السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في برنامج طبابة. في برنامج طبابة ومثل ما عودناكم حنتكلم عن أهم المواضيع الطبية ومستجداتها مع نخبة من الأطباء والمختصين في شتى المجالات. حكون معكم أنا عبد الله العامري نيابة عن الدكتورة نشوى السكري من الآن إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وتقدروا تسمعونا على مختلف ترددات الإذاعة في المملكة أو عن طريق تحميل تطبيق ألف ألف اف ام من الأب ستور وجوجل بلاي. في البداية نقول من المعروف إن فيه علاقة بين المشاعر على الصحة العامة، بحيث أنها ممكن تأثر أو ممكن يأثر الشعور بالضغط والتوتر والغضب والحزن والقلق وغيرها من العواطف زي ما نقول السلبية بشكل كبير على الجسم والعقل، وممكن إنها تؤدي إلى ظهور الأمراض وتفاقمها. فحنتكلم في هذه الحلقة عن كيفية تأثير المشاعر على الصحة العامة وعن أساليب التعامل مع العواطف السلبية وتحويلها إلى إيجابية لتعزيز الصحة، وهل كبت الانفعالات يأثر على الصحة. كل هذا إن شاء الله اليوم حيكون في حلقة اليوم، وهي بعنوان الأسباب الشعورية وراء المرض. ونستقبل أسئلتكم على الواتساب على الرقم 055-66-89-001. وضيفتنا لليوم الدكتورة نادية شكري، أخصائية العلاج النفسي. أهلا فيك دكتورة نادية. أهلا وسهلا، أهلا فيك وفي المستمعين. أهلا فيك. بداية زي ما سمعتي في المقدمة إن المشاعر زي ما نقول بتأثر بشكل أو بآخر على الصحة العامة، فكيف صحيح. حيكون دور المشاعر في ظهور الأمراض؟ طيب الكلام ده صحيح ومتأكد أنه أغلب الناس عارفين أنه صحيح، يا إما جربوه يا إما شافوه على غيرهم، صح الكلام ولا لا؟ أكيد طبعا. طيب إيش رأيك نصيغ هذه الجملة بطريقة مختلفة؟ تفضلي. طيب حنقول أنه كل مرض وراء صدمة، ومو بالضرورة إنه كل صدمة تسبب مرض. طبعاً كلمة صدمة ممكن تكون كلمة كبيرة، بس بالنسبة للمعالجين إحنا نقول صدمة على أي موقف مفاجئ أو غير متوقع. هذا طبعاً ينطبق على كل الأمراض الجسدية طبعاً؟ كل الأمراض الجسدية والنفسية. كلها يعني شوف كلها. أنا الآن مصدوم. معقول؟ إيوه. بس كيف؟ هذه الصدمة ترى ما تجيب مرض. بس كل الأمراض يعني زي ما نقول مثلا إذا بنقول أعطيني المرض، أي مرض؟ زكام مثلا. زكام هذا له زي ما قلت توك سبب شعوري. سبب شعوري أيه. كيف؟ أنا أقول لك دحين في علم دارس اسمه الطب التصنيف الشعوري. العلم ده يقول إنه ما في شيء يجي للإنسان أبدا ما يكون وراه شعور. فمثلا ايوه مثلا انا جبت لك زكام عشان انه مره ابسط شيء، اوكي، وعشان انه اكثر شيء ممكن يجينا واحنا ما احنا عارفين ليه. مثلا في ناس يقول لك لا انا بيجيني الزكام عشان انا تعرضت للمكيف. طيب في او انها عدوى مثلا، الف واحد وقف في المكيف وهو دوبه مستحمي وما زكى، مش معنى انت اللي بيعرف ليش زكى. أيه. أقول له إنه أنت جلست فترة بتشمشم ورا خبر وما وصل لك، ولما يئست زكمت. أحس الموضوع كذا غريب، فصلي شويتين. لا خلينا دحين قبل ما نفصله، طبعا لأنه مرة صعب إنه في حلقة واحدة أكلمك عن كل مشاكل الجسد. مرة صعب، مرة كثير. حديك مثال مرة بسيط. ليه وإحنا صغار كثير تلتهب اللوز وإحنا كبار ما تلتهب؟
تصير نادرة. ممكن عشان العادات وانت صغير تكون غير عشوائية وغير زي ما نقول انك تكون مسؤول عنها، بس لما كبرت بدأت تحس بالمسؤولية فحسيت ان الموضوع. وانت طفل كنت بتنغصب على اشياء مرة كثير انت ما تبغاها. اوكي. فتلتهب اللوز. إلا ينغصبوا على الأكل، إلا ينغصبوا على الطاعة، إلا ينغصبوا على النوم، إلا ينغصبوا، فكل شوية تلتهب اللوز، كل شوية تلتهب. فهذا اللوز التهبت بناء على الغصب اللي قاعد يصير، على شعور الغصب اللي قاعد الواحد يتحمله. طيب يصير هذه ناحية إن ممكن لما يكون الواحد صغير وانغصب على أشياء معينة أو صارت عليه مواقف بناء على هذه المواقف تصير عليه أمراض. يعجبني ذكائك. الله أكبر. دوبنا بنقول إنه كل مرض وراه صدمة. أوكي. هذه الصدمة اللي جات للطفل اللي خلت لوزه تلتهب لما يكبر يتغير المرض بناء على إيه؟ بناء على محفزات هذه الصدمة. شعوره بالغصب الدائم يحرك الصدمة، يحرك الصدمة. فإذا انغصب وهو كبير بأي طريقة كانت حتلتهب لوزه. مو شرط إنه انغصب، ممكن في محفزات للصدمة، مكان معين، ريحة معينة، كلمات معينة، أشخاص معينين، فصول معينة. أوكي. يقوم يحفز هذه الصدمة. والله لحد الآن أنا ماني مستوعب، بس أحس الموضوع كذا غريب. كبير. كبير وغريب. أيه. طيب على كذا كيف الضغوط النفسية والتوتر كيف يكون دوره في تطوير أو تطور الأمراض الجسدية؟ طيب. أول حاجة خلينا نقول إنه ربنا خلق لنا هرمون عشان يخدمنا، ترى هو مو ضدنا. ممتاز. طيب. هرمونات بشكل عام. بشكل عام لا، بس أنا بتكلم تحديدا عن هذا الهرمون اللي اسمه الأدرينالين. هذا الهرمون بالعام بكده بالكلام البسيط نقدر نسميه هرمون الحرب. الإنسان لما يتعرض لموقف ضاغط ويوتر ويخوف، الهرمون هذا بيزيد عشان يخدمك. ممتاز. هو الهرمون، بس معلش عشان نشرح الهرمون بالتفصيل. الهرمون لما يفرز يحفز المشاعر سواء كانت حزن أو غضب أو الهرمون أكثر من موضوع أنه يحفز مشاعر. هي الشعور يحفز ده الهرمون. الهرمون ده يأثر على بني آدم من فروة راسه إلى أصابع قدمه، بيخلي الجسم كامل، الأعضاء الداخلية، العضلات، كل شيء، كل شيء مستعد للحرب أو الهروب. أوكي. طيب، فالهرمون ده لما يرتفع على الفاضي والمليان وطول الوقت ويصير نمط حياتي وأسلوب حياتي وطريقتي، يضعف المناعة لأنه طاقة جسمي كلها جالسة دحين بتدور على ردات فعل. الهرمون ده ما يقدر يعرف الموضوع يستاهل ولا ما يستاهل، قديش أرفعه قديش ما أرفعه. أيه، هو لا إراديا يطلع. أنا كإنسان مسؤول عن مشاعري، أنا قديش صرفت طاقة على دل الموضوع اللي قدامي، يقوم الهرمون يستجيب لي لتقديري أنا، فيصير الجملة المفيدة في الكلام الكثير ده كله أني أنا مسؤول عن المرض، أنا مسؤول عن صحتي. نبدأ نتحمل مسؤولية نفسنا، جسدنا، مشاعرنا، أفكارنا. يعني كلمة عدوى ما في عدوى. الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال ما في عدوى مو أنا. لا عدوى، كده قال الرسول عليه الصلاة والسلام، صح؟ أتوقع كده صح. لكن طيب على كذا يعني، هل مشاعر الحزن والغضب والأحاسيس بشكل عام تأثر على الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري والتهاب المفاصل؟ طيب. بما أنه إحنا اللي زي ما قلتي أن الشخص هو اللي بيأثر على نفسه، صح كذا؟ صحيح. فهل تأثيرك على نفسك حيأثر على الأمراض المزمنة هذه؟ أكيد. كيف؟ أكيد. بس أنا خليني أقول شيء تاني، أتوقع أنه كل الناس عارفين أنها تأثر، يعني حتى بالكلام العامي، حتى الناس البسيطة يقول لك نام زعلان، صحي ضغطه عالي، نام، يعني خاصة الناس عارفين، خاصة اللي عندهم سكر. لا زعل ارتفع السكر، ولو عنده ضغط ارتفع الضغط، ولو عنده قولون انتنفخ القولون، ولو عنده صداع زاد الصداع. ممتاز. لكن لكني شفت حركة فاصل أنا. أي الحين بنطلع فاصل. مستمعين الكرام، لازلنا مكملين مع الأسباب الشعورية وراء المرض مع الدكتورة نادية شكري، أخصائية العلاج الطبيعي. ولازلنا بعد كمان نستقبل رسائلكم
على رقم الواتساب 0556689001. نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي المحاور اللي من أول محور أنا لسه باقي ما فهمت. لكن نطلع ونرجع إن شاء الله. أهلا فيكم مستمعين ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامج طبابة، ولازلنا طبعا مكملين في موضوع الأسباب الشعورية وراء المرض، ولازلنا بعد نستقبل أسئلتكم على الواتساب على الرقم 0556689001. أهلا فيك دكتورة نادية مرة ثانية. أهلا فيك. طبعا السؤال قلناه قبل الفاصل ولازال ما فصلنا فيه، فبعيد لك السؤال مرة ثانية، وش هي العلاقة بين المشاعر السلبية مثل الغضب والحزن وعلاقتها في الأمراض المزمنة؟ حلو، خلينا نقول إنه إحنا تعرضنا لصدمة. أوكي. كان قدامنا مجموعة مشاعر، صح؟ تمام. إحنا اللي اخترنا الشعور اللي تعيش فيه بناء على هذه الصدمة. بالضبط. أوكي. طيب، إحنا اللي اخترنا الشعور السلبي. الشعور السلبي ده إيش؟ إما يكون فكرتنا عن نفسنا، إما فكرتنا عن الآخرين، إما فكرتنا عن الحياة، أي حاجة. وهذه الفكرة وهذا الشعور هو اللي مسؤول عن ده المرض. أجي أنا بعد كده عشان أثبت لنفسي إنه هذه الفكرة صح، كل ما صار شيء أقول إيه وعشان أنا كده. مثلاً إنه جات الفكرة السلبية حقت ما حد يحبني مثلاً. أوكي. طيب لو شفت اثنين بيكلموا بعض اقول له عشان انا ما حد يحبني ما كلمني، عشان انا ما حد يحبني ما سلم علي، عشان عرفت. انا اجلس اثبت لنفسي هذه الفكره، فطبعا المرض يزيد ويتسمى مزمن ويجلس خلاص معايا، لانه هذه فكرتي اللي انا جالس اثبت لنفسي انه هي دي صحيحه. يعني لو غيرت فكرتي فهمت ممكن العلاقه يروح المرض؟ يعني باذن الله ربنا خلق لنا جسم ذكي يتشافى لو إحنا ما تدخلنا، لو إحنا ما تدخلنا بالمشاعر دي وبالأفكار دي، لو ما بدأت تفكيري في هذا الإحساس المعين. بالضبط. الله، شيء غريب، شيء غريب الصراحة. لكن لازلنا في المشاعر، فكيف يا كبت المشاعر كيف إنها ممكن تؤدي إلى مشاكل صحية لما أكبت مشاعري؟ أكيد السلبية بشكل عام كيف أنها تزيد من المشاكل الصحية؟ صحيح. أو أنها تسوي مشاكل صحية؟ طيب خليني أقول لك جملة تفاجأك، ترى مو بالضرورة التعبير عن المشكلة أو عن الشعور يكون مريح. ليش؟ لأنه أحيانا كثير التعبير والشكوى والتذمر تزيد طاقتي اللي أنا قاعد أصرفها على هذا الشعور فتقوي. طيب، بس في الضروري مرات والمفيد شيء تاني. الضروري المفيد زي إيش؟ تحرير هذا الشعور. هذا الشعور ما يلزمني، ليش خليه عندي؟ هذا الشعور مو صحيح، ليش خليه عندي؟ الضروري أني أنا أحمي نفسي من الأفكار والمشاعر السلبية، أتحمل المسؤولية كاملة في الجزء اللي يخصني. خلاص؟ أوكي. يعني كمثال أحد ضغط أحد، خلاص؟ أيوه. أنا ما حاجة أحمل نفسي مسؤوليتي ومسؤوليته، لا، هتحمل مسؤوليتي أنا. خلاص؟ بس يعني الآن أنا متى أبدأ أفرغ مشاعري؟ أو أي مشاعري كيف أبدأ أفرغها؟ إيش المشاعر الصح اللي تتفرغ؟ أي شعور ما يفيدني لازم أحرره. زي مثلا؟ مثلا أنا شعرت بإهانة مثلا، طيب ما أسمح لها تسكن فيها، إنسان غلط علي عشان هو مو مؤدب، مو عشان أنا أستحق الإهانة. لكن لو جلست أنا طول الوقت أفكر أني أنا أستحق الأذى هأذي نفسي. بس هل في أشخاص معينين لازم أفرغها عليهم؟
ولا فرغها انا والمرايا ولا فرغها وين؟ والله فكره ممتازه. لانه فرغتها على مثلا احد من الاهل، لا لا ما حد يحملها، ما حد له ذنب ابدا ابدا. طرق تحرير المشاعر مره كثير مثلاً. مره كثير، بس اهم شيء انك انت قررت. ترى في ناس ما شاء الله تبارك الله تقول الله اكبر تقوم تصلي حررت نفسها من كل شيء. في ناس تسمع اغاني، في ناس تمشي تسوي رياضه، في ناس ترسم تلون، في ناس اصلا الفكره ما عجبتها، شعور ضايقني شويه، خلاص جسمي سوى رده فعل بسيطه وراحت. في ناس تيجي تتكلم مع الشخص اللي اذاها، كل واحد له طريقته. او مثلا انك تكتب في ورقه. اي اهم شيء انك انت تكون مؤمن انك انت لا تستحق هذا الشيء او هذا الشعور. دائما لازم اتذكر انه ما حد يقدر يؤذيني. اوكي. تعرف ابن تيمة ايش سوى وايش قال لما حبسوه وسحبوا منه كتبه اللي كان قاعد يكتبها ونفوه من البلد وكمان قرروا يقتلوا، ايش قال؟ قال انا جنتي في صدري، انا جنتي في صدري، فرحته في قلبه، ما حد يقدر يؤذيه. وإيش كمان قال؟ قال شو اسمه ده، إن حبسوني إيوة، إن حبسوني خلوة، يعني ما قدروا ضيقوه، سجنوه قام قال هذه خلوة، نفوه من البلاد قال يلا سياحة، قتلوه قال يا الحمد لله شهادة. يعني لازال هو اللي قاعد يتحكم، هو متحكم في شعوره، في شعوره. كل شيء يصير لي في الدنيا أنا يسعدني، يعني بشكل عام أنا أقدر أتحكم في مجريات الأحداث اللي قاعد تصير بمشاعري. بالضبط، بردة فعلك، بفهمك للموقف. طيب متى أقدر أو إيش الطريقة اللي أتحكم فيها مشاعري؟ هل في إجراء معين؟ مثلا أنا متوتر، هل في طريقة معينة أني أتحكم بالتوتر؟ هل الآن أنا حزين، هل في طريقة معينة؟ يعني هل في إجراء لكل شعور ولا كل شخص له طريقة معينة؟ هو الأغلب أنه كل شخص له طريقة معينة. طيب إذا أنا كنت أوريدي متوتر فأنا لازم يعني أحل دي المشكلة، لكن في ناس أصلا ما يوصل لها التوتر. يعني خليني أديك مثال مرة بسيط طيب، وممكن يكون يضحك. أوكي. إحنا جالسين هنا نتكلم ونسجل، فجأة سمعنا صريخ، هذه صدمة. صدمة. صدمة صح؟ أوكي صدمة. كل واحد فينا له ردة فعل. مثلا واحد فينا كده فرص عيونه وسكت وبالعريقه، الثاني قام يجري يشوف ايش فيه مثلا، الثالث في ناس متعودين مثلا قد صارت ولا ايوه لا خلينا نقول مثلا يعني واحد سمع صوت يعني صوت عالي زي ما نقول مثلا كفر انفقع او شيء زي كذا، وبحكم انه مثلا يعمل في مجال مصانع ومكان صاخب فهذا شيء طبيعي بالنسبه له. لا انا قصدي على جلستنا الان احنا. طيب بعد ما واحد فينا كانت ردة فعله كده والثاني كانت ردة فعله كده، كمان تفسيرنا لدى الموقف في صمت، عقلنا من جوه جالس يفسر. مثلا كان عندك ضيف قال اوه ما هم محترميني عشان كده ما هم كده الأصوات، واحد تاني قال اصلا هم ما هم منظمين عشان كده يطلع صوت واحنا بنسجل، واحد تالت، كل واحد له فكرة كونها. مين المسؤول عن هذه الأفكار؟ أنا. لو تحملت مسؤولية أفكاري أنا كيف أنأذي؟ بس في يعني عوامل خارجية حتأثر كذا ولا كذا. يلا اديني مثال وأنا أرد عليك. أقواها الموت، فقدت شخص ولا شيء، هذه حتتأثر. أوكي شكرا على هذا الشكل اللي جبت أنا أقوى واحدة. أيوة هذه مشاعر الفقد، مشاعر هذه يعني ممكن نصنفها الحالة المشاعر اللي مشاعر الفقد. إيه ومشاعر الفقد ما هي سهلة ولها تأثير على الإنسان وكذا إذا ما كان يعرف يتعامل معاها صح. أتمنى أنه سؤالك ده ما جاب الحزن للمستمع. لا يعني لسه بقول إحنا بس مجرد بنشوف. إيه فمشاعر الفقد لها طريقة تعامل مختلفة. بالذات إنه كلنا مولودين وإحنا عارفين المصير. صح اكيد، لكن في مشاعر ممكن نقدر نتحكم فيها، لكن خليني اعرف وش المشاعر اللي اقدر اتحكم فيها بعد ما اطلع فاصل. حاضر وارجع. فمستمعينا الكرام لازلنا مكملين في عنوان الحلقه اللي هو الاسباب الشعوريه وراء المرض، ولازلنا بعد نستقبل اسئلتكم على الواتساب على الرقم 0556689001. فاصل ونرجع.
أهلا فيكم مستمعين الكرام، ولازلنا مكملين معكم في برنامج طبابة ومع عنوان الأسباب الشعورية وراء المرض. ونستقبل أسئلتكم على الواتساب على الرقم 0556689001. أهلا فيك دكتورة نادية. يا أهلا فيك. طبعا سألتك قبل الفاصل كيف الواحد يتحكم بمشاعره، وقعدنا نسولف في الفاصل فطلع الموضوع أنه معمق، وفي كل شعور له طريقة معينة، ولكل إنسان له طريقة معينة. بالضبط. طيب، وكمان الإجابة عن هذا السؤال إجابة مرة طويلة، بدل أنا ما أضيع الوقت في أني أنا أتكلم عن الطرق في العلاج مثلا في العيادات النفسية، خليني أديكم أبسط طريقة وأحلى طريقة، وهي الشيء اللي أنا أطبقه على نفسي وعلى أهلي وعلى صحباتي. أوكي. بس يكون عندنا وعي بمشاعرنا. بس وعي كيف يعني؟ يعني مثلا ما أخلي الشعور ده خفي، ما أخليه مدسوس وراء وعي مثلا، زي ما قلت يعني أطلع الشعور، مو شرط أطلع، بس أنا أعرفه، لما نعرفه أنا أسمح له يطلع. ولو طلع لي شعور مثلا سلبي، أنا أتعوذ من الله، أتعوذ من ربنا أنه يجيني مثلا حقد. يعني شعور سيء بس جاني وغصبا عني، أنا إنسانة على طول ما أسمح له يجلس عندي على طول. فلازم يعني أقرر. مو أنا والدوبي بقول لك أنا اللي أختار. أوكي. كلنا لازم نختار، نختار الشعور اللي نعيش فيه، الشعور اللي نعيش فيه. إذا جانا شعور لا نقبله، ما نرفض إنه يسكن عندنا، نطلع الشعور بالطرق اللي تناسبك أو بالطرق اللي ممكن تناسب هذا الشعور، تناسب كل الناس، إنه يكون عندهم وعي بشعورهم. تاني شيء يقبلوه أو يرفضوه. لو مثلا أنا جاني شعور اضطهاد أو كده، برضو هذا الشعور أنا ما أقبله. صح؟ أوكي. أي شعور ما أقبله عن نفسي ما أسمح له يسكن عندي، لازم أرفض ولازم أختار الشعور اللي يناسبني واللي يشبهني واللي يخليني فخورة بنفسي وحب نفسي. يعني هذه أسهل طريقة. هو زي ما قلنا كل شعور له طريقة معينة، لكن صحيح. إحنا ما بنطول لأن لازم ننتقل على المواضيع اللي بعد. حلو. طيب، كيف يأثر التوتر النفسي والقلق على الجهاز المناعي ومقاومة الجسم للأمراض؟ فمثل ما ذكرت أنت في البداية إن الأمراض تصير عن أو أنت اللي تتحكم بشعورك. صحيح. فمشاعرك اللي تتحكم بشعورك. أسئلتك الجميلة هذه، الله يسلمك بتخلينا مرة نركز، وهذا شيء مرة حلو يخلي الواحد يحط في باله ده الكلام. إحنا قلنا أنه هرمون الأدرينالين يفرز بقدر قلقنا وتوترنا أو خوفنا أو الموقف الضاغط ده، صح؟ ممتاز. طيب، وقلنا أنه ده الهرمون يجي عشان نحارب، يسحب الطاقة من كل الجسم ويجعل كل عضو فينا يقظ، عشان ايه؟ عشان هو مستعد للمواجهة دي. طيب، ممتاز. هرمون الأدرينالين في هذا الوقت أجزاء كبيرة من جسمنا بتتضرر وهو عالي، وكمان لما يهدأ خلاص ينتهي الموقف، اسمه هذا المرض ما بعد التوتر أو ما بعد الصدمة، بحكم الاستهلاك العالي اللي صار. وهو نفسه يعني زي مثلا تشدد العضلات عشان تساعدني على الجري السريع. ممتاز. طيب، هو كان جسمي جالس يبغى يجري وأنا ما جريت لأنه كان محتاج مواجهة. أوكي. طب بعد ما هذا الأدرينالين يصير في عضلاتي خلاص، ما في حل من جد. طيب، لازلنا برضه في سالفة العواطف. وش الدور المحتمل للعواطف الإيجابية مثل السعادة والمرح بشكل عام في تعزيز الصحة العامة ومقاومة الأمراض؟ الله، من جد مرة جميل. طيب، أول حاجة كلمة مقاومة دي لوحدة فيها مجهود. إيش رأيك ما نقاوم؟ خلينا نواجه؟ ولا نواجه، نقبل. ليش نقبل؟ أمو القبول حيكون شوي يستهلك. لا، ما يستهلك. الحين حقول لك على شيء. لنفرض وإحنا داخلين شعرت بالصداع. طيب، لو أنا قلت يا الله الصداع حيخليني ما أعرف أتكلم، حيخليني طفشانة، خليني متضايق، أنا أديته إيش؟ أديته قيمة، أعطيته الدافع، أديته قيمة. طيب، وأتنبأت إنه هو حيخليني أتخربط وحيخليني ما أعرف أتكلم وحيخليني متضايقة، إيش حيسوي الصداع؟ حيقولي لا والله أنا آسف ويمشي، حيزيد، حيديني كل اللي توقعته. لكن لو أنا قبلت إنه أنا عندي شوية صداع وشربت مثلا موية تهونيها، قبلت فيروح
لأنه أساسا هو عرض. عرفت؟ أوكي. حلو بس... الكلام؟ أوكي. طيب خليني أتكلم عن بعض المشاعر الأساسية اللي ينزل من تحتها المشاعر الباقية كلها، وإيش المفروض أنا أختار مكانها. حلو؟ زي مثلا المشاعر اللي تأذي الصحة سواء النفسية أو الجسدية، والمشاعر المقابلها هي المشاعر اللي تحسنها، الإهانة مقابلها القيمة، الأمان مقابل الخوف، الحرية مقابل الغصب، الإنجاز مقابل العجز، الحب والتقبل مقابل النبذ والإهمال. يعني جمعتها كلها ولا لا؟ يعني الآن إذا حسيت بشعور مثلا النبذ فلازم أبحث عن الحب، وإذا شعرت لو شعرت بالنبذ أنا أفكر فيه هل هذا حقيقي ولا لا، لنفرض في أسوأ الأحوال كان حقيقي خلاص وأنا واعبي، هل أنا نابذ ذاتي؟ لا أنت منبوذ، بس ممكن أنت نابذ الناس صح؟ أي. فأنا ماني نابذ ذاتي، إذن أنا أقدر أعيش في مجموعة تقبلني كما أنا وتحبني وتحترمني، وأنا أتجنب التعامل مع الأشخاص اللي أنا منبوذ منهم مثلا. مع أنه أنا لا أؤمن أنه في إنسان يتنبذ بدون سبب، مستحيل مستحيل ممكن. إيه. إيه. إلي إذا عايش مع شياطين هذا شيء ثاني. طيب الأمراض النفسية في أمراض يعني محددة ممكن، أو هل في أمراض نفسية محددة ممكن أنها تكون نتيجة لشعور سلبي مثل الاكتئاب أو القلق؟ أنا أتعامل مع المرض النفسي زي المرض الجسدي بالضبط. كيف يعني؟ يعني المشاعر اللي سببت لي مرض جسدي بسبب صدمة، فالمشاعر اللي حتسبب لي مرض نفسي هي حتكون صدمتين مو صدمة. أثرت علي فين؟ على الجسد أو بعيد علي وعلى المستمعين. تأثر عليهم في الهرمونات المسؤولة عن الصحة النفسية والعقلية، فيصير نفس التعامل. إذا أذى هرمون السعادة فمعناته كأنه برضو أذى هرمون تاني، نقول الإنسولين مثلا صح؟ أوكي. فنفس أوكي. التعامل. طيب لسه أنا قاعد أحاول أجمع كل اللي قلتيه، الموضوع يعني أحس كذا يبغاله إيش، يبغاله أكثر من حلقة، لكن حاضر. زي ما قلت لك، كيف يمكن أنها تأثر، كيف تأثر التوتر على نمط الحياة الصحي والسلوكيات الضارة مثل التدخين والتغذية غير الصحية؟ يا سلام عليك، من أول الحلقة وأنا أقول إيش مستني هذا السؤال. وي والله عجبني. من أول الحلقة وأنا أقول أنا مسؤول عن مشاعري، أنا مسؤول عن أفكاري، أنا مسؤول عن أمراضي، يعني كمان أنا مسؤول عن اختياراتي. يعني كل واحد زعل راح أكل أو منع نفسه من الأكل، هي هذه الغريبة، هذه اختيارات برضو. زي ما أقول اللي يكتئب في بعضهم على طول يأكلون صحيح، واللي يكتئب يمكن يروح يسوي أو يمارس التدخين صحيح. مين اللي اختار هذه ردة الفعل؟ هذا أنت اللي اخترت بالضبط. في مليون ردة فعل تقدر تختارها، بس أنت اخترت كده يصير أنت ما تلوم السبب. يعني مثلا لنفرض أنه الموقف مرة ضاغط ومؤلم وكل شيء، ففي واحد راح للتدخين مثلا زي ما أنت اخترت، واحد تاني راح نام. بس هل لازم واحد يختار طريقة معينة زي ما نقول نسميها مهرب؟ هل لازم اختار لي طريق للهروب بغض النظر إيش مكانة العادة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، سواء كان أكل أو تدخين أو إيش ما كان؟ أشوف أيوة. ممكن الواحد المتصالح مع نفسه لازم يعرف إيش الشيء اللي يهديه، إيش الشيء يهدي ولا الشيء اللي يهرب فيه. لا هو بيهرب ليش؟ عشان يهدى. عشان يهدى. أوكي. يعني زي الطفل اللي يهرب لحضن أمه، خص كبر ينكسف يروح لحضن أمه يقوم يروح. بس لازم يكون للمهرب. عندي لازم يكون عندي عادة معينة. مو شرط، ممكن أنت تجرب كل عادة شوية وأشوف إيش اللي يمشي معك، إيش الشيء اللي ناسبني في هذا الموقف. بس يعني تفضل وسيلة تهدئة أفضل من أنك ما تروح أسوي سلوكيات ردة فعل. ردة الفعل ترى يعني أحيانا تكون يتملكها غضب وتخلي الواحد يغلط وكذا. أذكر؟ لا لا الله يعطيك العافية، بس إيش يعني أنا لازلت بحاول السبب من أول الحلقة، لكن مستمعين الكرام
لازلنا مكملين معاكم في الأسباب الشعورية وراء المرض، ولازلنا نستقبل أسئلتكم على الواتساب على الرقم 0556689001، ولازلنا مكملين مع الدكتورة نادية شكري أخصائية العلاج النفسي. نطلع فاصل بسيط نرجع. أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، ولازلنا مكملين معكم في برنامج طبابة واللي هي بعنوان الأسباب الشعورية وراء المرض، ولازلنا نستقبل أسئلتكم على الواتساب على الرقم 0556689001. أهلا فيك دكتورة نادية أخيرا. حياك الله. أنا من أول مستني الحلقة توصل للنهاية عشان السؤال الأهم، لكن قبل السؤال هذا ودي أختمها بالسؤال اللي هو: هل هناك اختلافات جنسية أو عمرية في تأثير المشاعر على الصحة والمرض؟ يا سلام على أسئلتك الجميلة. طيب خليني أجاوب بطريقة مرة منطقية وواقعية. إنه مستوى النضج هو اللي يأثر، يعني في ناس عمرهم 10 سنين عندهم نضج أكثر من الناس اللي عندهم 50 سنة، فبالتالي مستوى النضج هو اللي يأثر. المعتقدات اللي الشخص متبنيها تأثر أكثر من الجنس أو العمر. بس هل ممكن اختلاف الأجناس؟ يعني قصدك ذكور وإناث؟ أي. صحيح. ليش؟ لأنه مثلاً تكوين الجسد بطبيعة مثلاً المرأة إنها حساسة أكثر مثلاً. أوكي. بس ما شاء الله تبارك الله بنشوف حريم أو سيدات فيهم قوة 10 رجال، فمو شرط. أنا ما أقدر أقول الإناث أكثر والذكور أقل، الصغار أكثر والكبار أقل، لا، مستوى النضج. لما الإنسان ينضج يعرف يختار مشاعره ويختار أفكاره ويختار معتقداته، وبالتالي يقدر يحمي نفسه أكثر، فبالتالي كمان أنه هو يقدر يتحكم بناء على النضج. بالضبط. غير أنه كمان في ناس مثلا يكون هم متبنين فكرة المرض والتعب كشيء بيكافئوا نفسهم به. هي دي الفكرة المشكلة. في ناس تحب الأحزان، مو بس تحبها، هي تعتقد أنها مثلا أنها هي كده قيمتها أعلى أو مكانتها عند ربنا أعلى أو 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 أشياء كتير. فهي دي المعتقدات، هي هنا المشكلة. مفهوم الإنسان عن المرض، مفهوم الإنسان عن الصحة، مفهوم الإنسان عن القوة، مفهوم الإنسان عن الضعف، هي دي اللي تتحكم فيها. طيب دوختك؟ لا بالعكس، بس أنا أبغى السؤال هذا. أوكي. اللي هو يعني أكيد في ناس كثيرين يعني هو ما يعاني من مشاكل، وفي بعضهم يعانوا من مشاكل، لكن متى لازم أزور أخصائي نفسي؟ هل في يعني لازم تظهر علي أعراض سواء كانت جسمانية أو شعورية من ناحية تصرفاتي، أو إذا بديت بتفكير معين، أو هل إذا نومي تلخبط، أو إذا حسيت أني تغيرت في غيرت مثلا غيرت ترتيب بالغرفة، غيرت روتيني بشكل مفاجئ، هل الآن أنا وصلت لمرحلة أني لازم أروح أزور أخصائي نفسي عشان أشيك على الإعدادات؟ سؤالك دقيق وجميل، وتقول لازم. في فرق بين أحتاج وبين لازم. من الأفضل لي أو أحتاج أو لازم. شايف قديش مرة حلو أنك أنت تكون دقيق في كلماتك. لازم لما يكون في جزء في حياتي خربان، في جزء في حياتي يشتكي، مثلا أفهم الناس غلط، الناس بتفهمني غلط، على طول بغضب، خلاص أنا صرت مثلا ماسك شعور سلبي وعايش به، كل ما أجي أروق يجيني من تحت الأرض كده أي حاجة تخليني أرجع ليه أشعر اللي أنا ما أبغاه، خلاص أنا دحين تعبان. أو تظهر علي أعراض مرض نفسي، أو تظهر علي أعراض مرض جسدي. جميل، بس خلينا نرجع في الأعراض النفسية. زي إيش؟ زي أعراض نفسية، يعني مثلا أجلس طول الوقت خايف. طب أنا ليش خايف؟ الناس أوكي. اللي بيجيهم مثلا بانيك أتاك فجأة وهو
ما في ولا شيء بيتفرج على فيلم تبدأ تجي له أعراض وفاة. أنت عارف إنهم بيروحوا للطوارئ، أنت عارف إنه بتسوي لهم تخطيط قلب وكل شيء، والدكتور للأسف لما يجي يقول لهم ما فيك شيء، وهو يقول أنا ماني مجنون ولا أنا كذاب، أنا ما بمثل. أنا شعرت إنه روحي هتطلع، فهمت؟ ولما يجوني زعلانين بيبكوا من الدكتور حق الطوارئ اللي قال لي ما فيك شيء. بس هذا ممكن مشكلة إلا يبغى يطلع في شيء. لا 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 لا، حرام حرام، هذا مرض يجي للواحد يداهمه فجأة بدون ما هو يعرف، ويسوي له خربطة الهرمونات ويدي له كل الأعراض، لكن الدكتور بيشيك على القلب وبيشيك على النبض وبيشيك على النفس وبيلاقيه سليم، لكن هذه الأعراض نفسية، يعني مرض لا، أعراض المرض بدون مرض. أوكي، عرفت؟ أعراض بدون مرض. أيوة، يعني مثلا بس هل هذه معلش لازم يكون عندي ماضي سيء، طريقة تعامل سيئة فجأة انفجرت علي؟ زي مثلا أنا شفت لقطة من مسلسل، هو أوكي ما 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 هو مصدر يسند عليه، لكن مثلا اللقطة كانت إيش؟ إن في واحدة لما كانت صغيرة كانت أمها تقول لها حلو، فلما كبرت وسمعت هذه الكلمة انفجرت المشاعر بحكم إن كان في مشاعر مكبوتة، فهل لها علاقة الماضي بالحاضر؟ والله إنك جبت لي مثال مو فرحني وعجبني، تعرف؟ لأن هذا مسلسل توني مخلص أنا، فرهيب. كلنا نتعب إن شاء الله. تعرف إيش هذه؟ ما هي كلمة إيش عشان الواحد يسكت أو ينكبت أو ينكتم، لكن هي فهمت كده. تعرف إيش هذه؟ إيش هذا الصوت اللي كنا نسمعه في الرحم ويجيب لنا الهدوء؟ عشان كده الأم لما تحضن بيبي وهو بيبكي تقول له كده، عرفت؟ فهي شفت، شكرا انك انت اثبت انه كل اللي كنت بقوله صح، هي اللي فهمت الكلمه غلط. أوكي. ما اخذت المعنى بالطريقه الصحيحه، اذت نفسها. الحمد لله انها لقت لها معالج يطلع لها الاش من حياتها. بس يعني زي ما قلتي ان في امكانيه او احد الاسباب للامراض النفسيه المفاجئه زي ما قلت اللي كانت تحس انها روحها بتطلع، احتمال يكون في اسباب في الماضي. احتمال، هذا احتمال كبير طبعا، احتمال احتمال كبير جدا. واحتمال كمان انه يكون مرض تطور، يعني مثلا واحد يكون غير عنده ما الواحد من كتر ما يكبت يبدا ما يحس، يعني مثلا هذا المرض أصلا من تبع القلق. القلق هي شجرة مرة كبيرة تحتها أمراض كتير. أوكي. ففي أشخاص خلاص حسوا بالقلق لين حسبوه أنه إحنا لازم نكون طول الوقت حاسين كده، ما هم فاهمين أنه ده شعور غير طبيعي، فسكتوا سكتوا 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 لين ما انفجرت حاجة أقوى من القلق. إذا أنت ما حترد علي ترى أنا حقوى، ما رديت على البانيك أتاك حجيب لك شيء أقوى. ممتاز. فيصير إذا صار في انفجار عواطف مفاجئ أنت الآن تحتاج تروح للأخصائي. مو بس ده الوقت. كيف يعني؟ أنا دوبي قلت أنت ممكن، أنت بتفكر، أنت تحتاج، أنت مضطر، أنت لازم. في أشياء مرة كتير تخليك تزور المعالج. ممكن تكون تبغى تفكر بوضوح، تبغى تسمع صوت نفسك، تبغى تنتبه لعلاقاتك، تبغى تشوف أنت ليه ما بتتطور في عملك. ليش أنا مثلا أبغى أدرس شيء وكل شوية أنط من شيء لشيء، فأشياء ما لها علاقة ببعض في النهاية ما هي مفيدة بالنسبة لي. يعني قاعدة أشوف الوقت وأبغى أقول بسرعة يعني الموضوع الكلام. لسه في يعني إيش في تفصيلات معي، لكن بشكل عام إذا صار في اضطراب مفاجئ سواء كانت نوبات فزع أو جسدي أو جسدي، أيوة، ذيك الساعة أنت تروح تشيك على الدكتور. أو في علاقاتي أو في مالي أو في علاقتي بربنا أو في علاقتي مع نفسي وحب الذاتي، شكلي بتغير، جسمي بتغير، وجهي بدأ، شعري بيطيح، أشياء مرة كثير. فعدي على الدكتور. عدي على الدكتور، الله حيك. في ختام الحلقة حقيقة أنا أقول لك شكرا لك، وانا من اول ودي اسوي حلقه. انا بشكرك على الحلقه الجميله دي، اللي ما اعرف ايش اقول لك، بسيطه وحلوه لكن اتوقع انها مهمه. صح، والله مهمه جدا، مهمه لي قبل الكل. لكن الى هنا وصلنا مستمعينا الكرام الى نهايه الحلقه اللي كانت بعنوان الاسباب الشعوريه وراء المرض، وكانت بضيافتنا الدكتوره ناديه شكري. شكرا لك. نلقاكم على خير، ونترككم الآن مع برنامج مؤشرات مع عبد الله باحميشان. مع السلامة.